اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. اهلا بنتك اللي غنت؟ اي نعم. شو يا قلبي يا مسكين، هي قلبها الكبرى من قهر العراق. ان شاء الله ماكو قهر. خلي نشوف حجيتنا. حجيه السلام عليكم، شلون صحتك؟ هلا ومرحبا يا هلا بيك. والحمد لله. بس شوي خلي اقعد يمكم. وجهك الاحلى حبيبي الغالي. حبيبي شو اسمك؟ انا عمار. عمار؟ اي عمار. عمار ايش قد عمرك؟ 33. 33؟ اي. ذاك الحج اللي هناك كان قاعد محتفلين بعيد ميلاده 30. هو اصغر مني الحج. اصغر منك؟ اي طبعا اصغر من عندك. انت شايب غير ليش تشوفني هيك؟ انت شايب؟ اي. انت ايش قد عمرك قلت لي؟ 33. لا رجال كبير هو بعده شاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ام ول؟ ام ايفان. شنو؟ ايفان. ايفان؟ هذا ايفان نايم؟ ليش نايم ايفان؟ تعبان. تعبان. خلينا نشوف لو اخذ. السلام عليكم، شلون الصحه؟ اهلا وسهلا بك. الله يخليك. ايفان نايم. اي تعب. شو صار منك فايز؟ نختي. نختك؟ يعني اذا فاز شو تقولين؟ ثلثين فايز على خالته؟ لا على الخال. لا على خالته. خلي نشوف. واذا ما فاز فايز؟ لا بابا با. اذا فاز فايز راح ثلثي للولد من خالته. اكيد. واذا ما فاز على اليمن؟ على خاله. على خاله. يلا اوكي. شو يصير من فائز؟ اخته. اخته. واذا فزتي؟ اعطيك الجائزه لك. ها شنو هذا؟ نايم؟ شيكو. شو اسمه؟ شيكو. يا ما فيديو شيكو. شو خلي اشوف شيكو؟ شيكو. شنو الموضوع؟ ذيك الحلقه بزونه لولو اسمها، واليوم شيكو. شو اكل؟ احكي لنا. ذيك الحلقه كانت الاكل مالته خصوصي ب 20 دولار. والشامبو مالته ب 60 دولار، احكي لي بالله هذا. لا هو يلا. يعني خلي نسوي اوكي، خلي نسوي عالم الحيوان. يلا. لا هو ياكل يعني لحم معلبات هيجي. اي صوصاج. شنو؟ صوصاج. صوصاج؟ حلوه. فاز سمعت ايش تقول؟ صوصاج. شنو؟ قولي لي يا بالله قولي لي ايش ياكل؟ صوصاج. صوصاج. بس صاصج ياكل بس صاصج؟ لا لحوم ومعلبات. شنو؟ لحوم ومعلبات. لحوم ومعلبات. يا لحوم تاخذينها من القصاب؟ لا لا من الاسواق. سوبر ماركت. منو؟ سوبر ماركت. سوبر ماركت؟ اقول لك انا عندي بلبل ياكل تمن وفاصوليا. تمن وفاصوليا ونبات ياكلها هيك ماسخه. لا ما في شيء. لا لا لان صار بي ضغط. شيكو شيكو خوش حياه عايش. اذا شامبو ترسل له لو بتاي. اي شامبو. شامبو ما تبيش؟ مثل شامبواتنا عاديه. شنو اوكي شنو؟ مال بيبي. شامبو بيبي. شامبو بيبي. ايش قلتي شنو؟ ايزا. ايزا. اذا ايزا وشامبو. حلو فاز. ايش قالت ايش قالت فاز؟ ايزو. حلوة. شلونك؟ اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ الحمد لله. ايش ياكل ايش ياكل هذا؟ لحوم معلبات. لا 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 قالت ايش قالت؟ صوصج. لا مو صوصج. ما هي قالت هيك فاز صوصج؟ اي قالت. لا ايش قالت؟ لا قالت. اسمع شلون؟ صوصج. شلون؟ صوصج. مو صوصج. لا صوصج. ها ما اقول هيك. اوكي. اريدك تقول لي ثلاث مرات سريعه. شنو؟ اريدك تقول لي. هي بسيطه بس ما تستسهلهاش، وهي صعبه بس ما تستصعبهاش. ثلاث مرات. اوف هسه ارجع لك. اوقف. هي بسيطه بس ما تست هي بسيطه بس ما تستسهلهاش، وهي صعبه بس ما تستسهلهاش. ما تستصعبهاش. ايه. هي بسيطه بس ما تستسهلهاش. وهي ايش
اجيك اجيك على كيفك يعني صح صح لاني ما بعرف ما بعرف لا ما بعرف دخيل الله دخيل الله اوليها لا والله ما اعرف ما بتعرفي زين انت تعرفي هي بسيطه بس ما تستسهلهاش وصعبه بس ما تستصعبهاش هي بسيطه بس ما تستسهلهاش وهي صعبه بس ما تستصعبهاش هي بسيطه بس ما تستسهلهاش وهي صعبه بس ما تستصعبهاش بس معفاز معفاز شلون ما اوكي انا انت بس فاز شفتي شلون يباوع عليك؟ ايش فيك فاز؟ اوكي لا هاي لا تطيح المعلمه شنو فيها ورده؟ هذا صفقوله شكرا هذا تعرفين شنو؟ هذا صاصج يلا زين يلا قولي لا صعبه بس ما تسلسل لا غيره السؤال غيره يلا فاز لا 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 فاز يلا لا ماكو اي انطيك السؤال يلا قول لي اياها حتى اذا تجاوبني بعدين انطيك والله على قولة الكردي كاكا نوزان بالقران ما تعرف؟ اي والله كاكا ما يعرف زين قول صاصاج صاصاج تعطيني هديه تعطيني هديه يلا اوكي زين يقول اكو مثل او قول يقال بانه ان كنت تدري فتلك مصيبه وان كنت لا تدري فالمصيبه اعظم من القائل؟ ابويا اعطيني بوس يلا ابوك يلا ايش تقولين متنبي منو متنبي زين قولي صاصاج صاصاج غلط يلا ما اعرف السؤال الجواب ايش تقولين ايش اقول وانت سالتني حتى اقول حلو زين انا اقول ان كنت تدري ان كنت تدري فتلك مصيبه وان كنت لا تدري فالمصيبه اعظم الميد رحسن والله الميد رحسن ها شو تقولين مو كل شيء سامع ما اعرف المتنبي ابدي ابدي ما اعرف ما يعرف تسمي شنو شاعر لو شنو يعني شاعر لا مو شاعر لا شنو ابو فراس الحمداني ها ما اعرف اسالني سؤال تاريخي تاريخي انا مدرسه ما تاريخ اسمي ميشو لا شيكا 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 اكل صاصاج يلا اذا شكرا انا ما راح اقول لك شكرا 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 ثانك يو على الهديه المهم المشاركه وياكم شكرا اذا احبت المشاهدين اكيد متواصلين ويا برنامج خيرها بغيرها من قناه سما الموصل الفضائي إذن اليوم رحلتي ويا البطل ستوري ستوري هلا ستوري يضحك ستوري بعد إذن اليوم الرحلة ويا ستوري خلي نشوف عائلة ستوري اللي أمنوا بي وطوني ستوري إذن شلونكم عائلة ستوري سدوري مو ستوري سدوري سدير سدير سيد سدير سدير شي يصير منك ابن بنتي ابن بنتك يعني انت شو تصيري منك هالسؤال اي والله ما اعرف اي بيبيتي يعني انا بيبي يعني هسه انت بيبي يا سدوري اي اللي هو سدير سدير ابوه شو اسمه؟ سيد غيث عوفي ماما عوفي حبيبتي اذا سدير غيث السلام عليكم عليكم السلام اسالك على سدير شو يصير منك؟ ابن بنت خالتي حيل بعيدة اي انا يعني خالتها اي أنا خالتها وبنتي بنات خالة بنات خالة أوكي جاوبيني بسرعة أمك وأمها شي يصيرن؟ خوات خوات؟ نني أمي حلوة 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 ها أتعداتي إذا عرفتي أمها تصير أمها 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 أمي أمها أم أمها تصير ببيتي صح؟ اي ما دا ركز ما دا امها تصير من امي امها اي امها اي امها اي امها بيبي تصير صدق اي صدق يلا اوكي تعال يمي عوفي مني تعال تعال شو اسمك
شو اسمك؟ شو اسمك؟ ديما. تعي امي، تعي امي، تعي. لا لا تعي هنا، تعي هنا، تعي هنا، تعي هنا. سدوري شفتي شو يصير منك؟ انا خالته ابن اختي. خالته؟ اي خالته. انا خالته. طالع هيك معدل حلو على اليمن. علي. علي خالته. طبعا. اي بس سدير ما عنده رسعات. لا عنده. وين؟ من يضحك تطلع. من يضحك. من جهه واحده علي، انا عندي من جهه واحده. من جهه واحده. زين بيبيته عندها؟ عندها؟ لا ما عندي. سدير. سيد سدير، اوكي. انا ما عندي رسعه؟ ايش قد مكروها ماما ليش؟ لا لا عندها ثلاثه تقريبا مو؟ صحيح انا مو رسعات. زين اوكي. بيبيه تسدوري حلوه مال بيبيه تسدوري يلا حتى الان امك وما اعرف يلا اريدك تقولي لي اربع مرات سريعه وانطي جائزه مقدمه من قناه سمو الموصل من محافظه نينوى. يا اهلا وسهلا. اريدك تقولي لي ثلاث مرات سريعه، كوني سريعه. قولي لي هي صعبه بس ما تستسهلهاش. هي سهله بس ما تستصعبهاش. هي صعبة بس ما تستسهلهاش. اي وهي سهلة بس ما شنو تستصعبهاش. والله قامت تغار من عندك. واعي 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 تغار. تريد الجائزة مو خطية تريد. يلا. هي صعبة بس ما تستسهلهاش وهي سهلة بس ما تستصعبهاش. هي صعبة. ما اظل اعيد. انت ليش تقدر؟ ما اعرف. لازم ثلاث مرات يعني في دور الاخ. بدون ثلاث مرات، مرتين هاي الك جائزة. يلا هي صعبة بس ما تستسهلهاش. بس تدري ايش اقولها؟ باع عليها باع عليها على عناد العواذل. هاي الك جائزة. اي شكرا. من المقدمة من قناة سما الموصل الفضائي محافظة نينوى، الك هاي الجائزة. اي ها؟ اخذها. اي خذيها. هسه خليها تجي، تعي امي تعي. يلا. يلا خالة. يلا سمعي سمعي. من الأحلى؟ انت لو هي تعي امي طبعا. منو احلى؟ هي حلوه. لا بالترديده. هي حلوه بالترديده. من الاقوى انت لو هي؟ ها بالترديد ما ادري انت غير. لا انت انا اقول انت خلص ما يلا هي تغار من عندك ما ادري. يلا هي سهله بس ما تستصعبهاش وهي صعبه بس ما تستسهلهاش. تعي امي هنا على الكاميرا. يلا على الكاميرا. هي سهله بس ما تستصعبهاش وهي صعبه بس ما تستسهلهاش. هي صعبه ما ركزي ركزي يحتاج الى تركيز. انا اقول لك شو انا ركزت يعني بيها. ركزي بس طبعا. يلا انت يلا انت قولي لي اقولها؟ قوليها يلا. هي نسيتها شنو هي؟ هي سهله بس ما تستصعب وهي صعبة بس ما لا صعبة صعبة صدق صعبة بس ما تستسهلهاش. يحتاج لها تركيز. يلا ركزي يلا. ليش واحد زين زين شايفة قبل من ندخل الامتحان واحد يريد يركز شي يسوي؟ يو لا لا تدري شي يسوي؟ هيك يسوي. فأنت هيك تسوي مرة بيها. أنا مرة بيها. شو تسوين من تركزين؟ اصلا يعني ما اركز بالقوه على ما اعرف ما ادري. يلا اوكي. بس هي هاي صعبه. هي صعبه بس ما تستسهلهاش وهي سهله ما تستصعبهاش. هي ايش؟ يلا اوكي. اي صعبه غير. زين 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 راح اسالك سؤال ثاني. سؤال ثاني اللي هو يقول ان كنت تدري فتلك مصيبه وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. من القائل؟ لا أكيد ما أعرف. أكيد ركزي. لا ركزي هيك 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 ركزي والله. ركزي. لا ما أعرف أصلا ما جاييني هذا السؤال. أنا فد يوم حتى أعرفه والله. والله شو تقولين؟ ها على عناد العواذل. ها ما أدري. لا ها شو تقولين؟ ما اعرف. ما طبعا ما تعرف. عيني خلي اجي للمتالقه اليمنى. تعال عيني متالقه. باع باع. يلا 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 للمتالقه. يلا قولي لي. يعني اقول لك منو قايل؟ هسه انت منو؟ انا بيبي. لا 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 اريدك شنو؟ لا مو البارحه شنت انا مطلعته على اليوتيوب. شنو هو شنو مطلع؟ عمر المختار. البارحه على اليوتيوب يعني وسالته اعتقد بالثلاثينات 36 هيك. اعطيني رقم. 36. شقد؟ 36. والله سباعيه متقه. واريد صبقه كلش قويه.
إذا متوقع إجابتي الصحيحة هي بقي عمر المختار يقاوم الاحتلال الإيطالي 36 سنة. مبروك لك يا أم تقى. شكرا. أم تقى اليوم أنت حصلتي على جائزة مقدمة من قناة سما المصر محافظة نينا. شو تقولين اللي شاهدوك اليوم؟ وتابعوني وشوفوني وأشكركم وأشكر قناتكم حلو ما تتابعوني. إذا يا بتابعوها تابعوها أم تقى لأن فازت وياني. مبروك لك يا أم تقى. تسلم عيني. إذا شكرا لكم. تسلم عيني. أنت خيرها بغيرها وأيضا خيرها بغيرها. إذا أحبت المشاهدين أكيد أم تقى تقول تابعوني لأن فازت وياني بجائزة من قناة سما الموصل ومن محافظة نينوى. أوكي رحت للموصل؟ إي رحت. شو تقولي لأهل الموصل؟ اقول لهم بغداد كل شيء ما بيها كلش حلوه بالعكس حل حلوه يعني يعني هم عبالهم فتشي ميليشيات ويعني انفجارات او هاي بس هي كل شيء ما بيها بالعكس امان حيل يعني زين. الموصل شفتيها شلون شفتيها الموصل؟ بغداد احلى. اي والله لازم تتحيز البغداد اكيد انا احب البغداد اكثر شيء يعني بس بغداد احلى من الموصل. انا اقول لك شغله كل شخص ينحاز المحافظه لكن كلمة الحق تقال. يعني أنا ما أشوف فرق، رحت للبصرة، رحت للموصل، رحت للمحافظات، شفت الأخوة موجودة، الضيافة موجودة، يحبون المحافظات. إذا إن شاء الله يا ربي نبقى تبقى هذا ونبقى محافظين على هاي مبادئنا. أريدك تقولي لي أربع مرات سريعة: قدع قام، قدع قعد، قدع قعد، قدع قام. يعني بالعكس؟ إي عفوا. ليش مو بس واحدة؟ لا أربعة. واحدة من هنا يلا. اي واحدة من هنا استنسخها. كوبي. يلا. قدع قام قدع قعد. قدع قام قدع قعد. قدع قام قدع قعد. قدع قام قدع قعد. باي باي. قدع قام قدع قعد. قدع قعد قدع قام. ها قدع قام وقدع قعد. ايه. قدع قام قدع قعد. وين الفرق؟ وين الفرق؟ اوكي خلي نشوف. خلي نشوف الاخت ويانا. السلام عليكم. سلامة. شفتيها شلون يسوي لي هيجي؟ يلا انت هم سوي مثلها وسوي لي اياها. قدع قدع قام قدع قعد قدع قعد قعد قدع قام. يلا انت. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا يلا يلا. قدع قام قدع قعد قدع قعد قدع قام. اي 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 قدع قعد قعد قدع قام. وانت غلطت. انا غلطت؟ أنا غلطت؟ لا لا. ها يلا يلا. قدع قام قدع قعد قدع.